وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وخلال مؤتمر صحفي أكد أن هذا المؤتمر الوزاري الدولي جاء ليؤكد التطورات الإيجابية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية عبر الدعم الدولي الذي يحظى به مقترح الحكم الذاتي المغربي، وأيضا من خلال التمثيليات الدبلوماسية التي تم افتتاحها مؤخرا في الأقاليم الجنوبية. في هذا الفيديو سنقدم تقريرا مفصلا على ما يصطلح عليه بالحكم الذاتي، ما هي مرتكزاته، وكيف سيتم تطبيقه، وكيف سيتم تقسيم الموارد في الصحراء المغربية، وهل سيكون لسكان الصحراء المغربية برلمانهم الخاص، وهل سيصبح لسكان الصحراء رئيس حكومة مستقل عن باقي المغرب. سنجيب على كل هذه الأسئلة في هذا التقرير المفصل. يعرف الحكم الذاتي بأنه نظام سياسي اقتصادي وإداري يحصل فيه إقليم معين على نوع من الاستقلال يخوله صلاحيات واسعة لتدبير شؤونه السياسية والاقتصادية والإدارية، ويطلق غالبا على الدول التي تسير وفق هذا النظام بالدول الفيدرالية. وكحل للصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، فقد تقدم المغرب منذ سنة 2007 بمبادرة رسمية سميت بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وقد شكلت هذه المبادرة رغبة حقيقية من الجانب المغربي في وضع حد للصراع المفتعل حول قضية الصحراء، حيث لاقت ترحيبا من قبل العديد من الجهات الدولية والإقليمية التي رأت في هذه المبادرة حلا جريئا ومنطقيا لنزع فتيل الأزمة. تقوم المبادرة المغربية هذه على مجموعة من المرتكزات والقواعد التي ترسم ملامح الحكم الذاتي الذي تقترحه المملكة المغربية، وسنحاول في هذا التقرير تسليط الضوء على أهم تلك المرتكزات والقواعد. تقترح المبادرة على المستوى الإداري أن يمارس سكان الجهة الإدارة المحلية والشرطة المحلية وكل ما يتعلق بمحاكم الجهة. أما على المستوى الاقتصادي فتقترح المبادرة أن يختص السكان بكل ما يحقق التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات في كل من المجال التجاري والصناعي والسياحي والفلاحي طبعا، وتدبير الشؤون المتعلقة بالبنية التحتية من ماء ومنشآت مائية وكهرباء وأشغال عمومية ونقل. وعلى المستوى الاجتماعي فتقترح مبادرة الحكم الذاتي أن يتم منح سكان الصحراء المغربية اختصاصات متعلقة بالسكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والتنمية الثقافية. ولتحقيق هذه الأهداف فقد نصت المبادرة على تمكين سكان الصحراء من موارد جد مهمة، منها طبعا الضرائب والرسوم والموارد المحصل عليها من استغلال الموارد الطبيعية للجهة، بالإضافة إلى الموارد المخصصة للجهة في إطار التضامن الوطني وعائدات ممتلكاتها، وللسهر على تدبير شؤون سكان الصحراء المغربية في إطار الحكم الذاتي. فقد اقترحت المبادرة أن يتم إحداث برلمان الحكم الذاتي للصحراء متكونا من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية وأعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة. أما السلطة التنفيذية فتمارس من طرف رئيس الحكومة ينتخبه برلمان الحكم الذاتي للجهة وينصبه الملك، ويكون رئيس حكومة الحكم الذاتي هذا ممثلا للدولة المغربية في تلك الجهة ومسؤولا أمام برلمان الجهة. كما تتولى المحكمة العليا الجهوية الخاصة بالحكم الذاتي للصحراء أن تنظر انتهائيا في تأويل قوانين الجهة دون أي إخلال باختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة المغربية. وفي المجال الحقوقي فقد ذهبت المبادرة إلى التنصيص على أن سكان الجهة يتمتعون بكل الضمانات التي يكفلها الدستور أي دستور المغرب في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. في مقابل كل هذا فإن المغرب يلتزم بمراجعة دستوره وإدراج نظام الحكم الذاتي ضمن فصوله وإصدار عفو شامل عن كل من صدرت في حقهم أحكام لها علاقة بموضوع الصراع المفتعل، كما أن الدولة تحتفظ باختصاصات حصرية تتعلق بالسيادة المغربية النشيد الوطني والعملة، وكذا ممارسة الملك لاختصاصاته الدينية والدستورية، ويكون للدولة مندوبا يزاول اختصاصاتها الحصرية في الجهة أي جهة الحكم الذاتي للصحراء. ختاما من خلال كل ما سبق يتبين نية المغرب الواضحة والصريحة في وضع حل سياسي تفاوضي ديمقراطي للصراع المفتعل حول الصحراء،
حلا يحترم الشرعية الدولية ويحترم أيضا إرادة سكان الصحراء ويجنب المنطقة أي مزيد من الصراعات والعلاقات المتوترة. لكن في مقابل هذه نلاحظ استمرار الجزائر وحليفتها في عدم قبول أي حل سلمي تفاوضي، بل أكثر من ذلك فرغبتهم واضحة في استمرار الصراع وخلق المزيد من التوترات في المنطقة. تقريرنا قد شارف على الانتهاء، شكرا لكم على حسن تتبعكم وإلى اللقاء في التقرير القادم إن شاء الله. شكرا لكم.